متشكرة قوي. فلوس؟ فلوس ايه يا ستان؟ لا 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 لا، انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النار. لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش، وقت صحيت على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحبي البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ تصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعك ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالنا بالشقة. الله. انت جيت يا حبيبي، اوعى تقول انك تعبت من السلم، ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. زعلتك في حاجة؟ طبعا لا. حد قال لك ان انا عندي حاجة عليها القيمة هتكرسيها من بعدها؟ برضو لا. امال عايزة تخلص عليها وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ انت فاهم يعني ان ما عنديش محامي يترافع عني؟ حبيبتي، المحامي اللي انت قصدك عليه ده بعد اسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس امال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح، اكيد يعني. أول مرة يرن في بيتنا يا حبيبي. ألو؟ أيوة يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامة. إيه في إيه؟ لا أبداً يا حبيبي، مفيش حاجة مهمة. ده صاحب البيت يبارك لنا وبيتأسف إنه مش هيقدر يبعت أوضة النوم النهاردة. أمال هننام على الأرض؟ وإيه يعني؟ منها نشأنا وإليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لأننا هنكون انتقامنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. روماتيزم إيه كفر للشر يا حبيبي؟ يعني ما أنت شايف الإزاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت اللباس. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليلات. جميل إيه ده؟ إحنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، أنا سمعت النشرة الجوية بنفسي في الراديو، وبيقولوا إن الجو النهاردة دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضو؟ من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد.
اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس. دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفزي انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اتفضلي اتفضلي، عايز تريح. اتفضلي اتفضلي. اه اهلا. اقعدي يا ماما هنا، اتفضلي. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما. من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه. ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. إذا كان صاحبة الشقة نفسها بتقول لك مش عايزة. مش كده. وزفت أكيد تعبتي مش كده؟ أيوة يا بنتي. مش تقولي إنك ساكنة في البرج. وأنا لقيت غير كده يا ماما وقلت لأ وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. بكرة؟ ودي شقة دي يديك فيها 60 جنيه. اوعى تقول الكلام ده لاحمد الحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس، وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المرة الجاية لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقة من حلاوتها. أنا هو أنا فيا صحة عشان أجي لكم هنا تاني؟ عن إذنك يا أختي أنا ماشية. إيه يا ماما مش معقولة يا حسين. أصل تاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جاية عشان خالتك تعبانة شوية. قلت أروح أشوفها وأفوت أبارك لك على الشقة. ما كنتش عارفة المصيبة اللي أنت عايشة فيها دي. فبتتعشي معانا بكرة؟ أنا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتي كمان. سلام عليكم. عشان خاطر يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي. ده سيني. مش لما ده في روح الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ عيد فايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مقاصدي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جدا. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة. هيكون حرامي ده يبقى حمار قوي لو جه هنا.
طب قوم شوف في ايه. يا حبيبتي انا لغايه دلوقتي موافق على كل حاجه، انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه انا اسف، ده مش من طبيعتي ولا من خلقي. قوم بلاش كسل، اذا وباعه خلصت يا تقومي تقابليه انت يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. صاحب الشقة دي ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهاردة وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم، الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوف قله الحياه. ايوه بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوة؟ لا يا ماما متشكر. يا ما رجعتش ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم. حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم ما تكسفنيش، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من اهل. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك مش مهم. اصيله يا نوال هانم اصيله. مع السلامه. انت وقفت تتسالي مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ ضرر اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي.
إن هذا الذهب الواقف أمامكم ايه ده يا استاذ احمد؟ يعني امبارح تضيعوا في ماذا اقول والنهارده تضيعوا في البرد ولا في الوزن؟ اصل يا سعاده الدين يعني الازاز مكسور يا فندم. الازاز يا فندم الازاز مكسور والاوضه اصلها من هواء. وهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يا فندم. ايه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهولي. يا استاذ ركز في القضيه اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليماني المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن بره يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. مبروك يا حبيبتي، العمارة نورت بوجودك فيها. ميرسي. أنا علياه جارتي في الشقة اللي تحتدي على طول. أهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، أنا أول ما سمعت إن الشقة سكنت وإن السكان علي الجداد طرت من الفرحة. ميرسي يا ست علياه، تبين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا أختي يكون في عقلك. أنا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكيم أنا أحب الناس قوي وعمري ما أحب التكليف، مفيش في الدنيا أحسن من إن الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف إزاي يخلق الشقة دي من الحتة الصغيرة دي؟ أزمة سكن بقى. ده راجل جشع، طماع بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العمارة ويقبرها مفروشة. وفرش ايه؟ زي ما انت شايفة كده اهو. بس بيني وبينك كده الناس دي مش عاملة حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاتة؟ من يد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانيه واحد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكره ايوه حلوه قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيت بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حاكم بيتكلم بالسبعه تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين على العين. عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقلش بالكلام ده. هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقولي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلو قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك. تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده
في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. انا هكون مع الطلاق يعني حاجة. ابدا انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، انا احنا قاعدين نتسامر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعلم على ابويا عيش كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما تتعبش. تداموا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. ليه يا استاذ؟ انت معانا ولا معانا؟ ايوه يا ابراهيم الجلسه. الجلسه معانا؟ ساعات بيه غاضي اجل الجلسه لغايه بكره، يظهر خد برد وراها. طب ابعد عني احسن تعليم. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست هنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك حين مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي. تعالي لينا، ما تلبقيش عليها قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست المنينه لازم تداري على عواطفها شويه، احسن يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول برضه؟ طب امشي انا بقى احسن من تعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. حاجة صاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمارض عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها. هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. حق امرك. اروح في خدمه الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه لستهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سنت مصروف من ده. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك.
ايه ده؟ انا فين؟ منى منى شريف اسمع عبد الله على السلامه. ارتاح ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبله برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. احمد فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم اقول لك، انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ادم لقيه فين يا الحقوني الحقوني. انت يا ادم الوقت بيمر، احمد وضوع هيروحوا في داهيه هيموتوا. انت يا ادم خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت هاجي معاه وهيروح يغنم. امتى وفين؟ العصريه العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مال ايه؟ انت هتجيب لنا وصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي في الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. انت فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه. في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ ما تبخ انت محتملي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا بالهداوه. كل شيء بأوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها مش هتفتحي لي ده شريف؟ فكي ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. بص بقى، عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين بعد ما اخد الدش المتين. اشرب بقى فنجان القهوه من ايدك الحلوه عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصل في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، في الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال احنا كلكم بلبوص؟ مش هيبقى التجنون في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ خلينا عبد الخالق ابو العنين. خلاص اصل الهواء قافل الباب. اتفضلوا. تليفونكم عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا.
شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في ابو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتة دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. مظبوطك ايه يا باشا؟ مظبوط 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 يا ولد. ايه؟ مظبوط. قديم بقى يا منى. منى منى الدبانة اصلها هنا. طب ما هو البواب مبلمه كده ليه؟ اتحركني. ها واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم يعني؟ ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص هتشغل دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوات. كفايه بقى اصلا دي فانه رزله قوي. يا ابني احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابن خلاص، انا معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. بين علينا مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب ده ابن حلقه. ايه اثبت اهو، اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ سيادتك مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهدلنا. انت مين ده؟ ده حرف القبهة ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فاضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمهولي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني كده باشا؟ صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تحمد بقى وده وقته. الحبايب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. الحمد لله على السلامة. يا احمد ضعف فين؟ في الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا دماغي؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبه. انت جرالك يا مجنون يعني؟ ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت. بس ضاع فين؟ Thank you.
عن الورد. المحروس جازك بيلعبني، جايب معاه اتنين غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخدر. رشاد استنى بره انت وهو عشان دول. تعالي هنا تعالي. ازيك يا ابا حنفي؟ انت خرجت من السجن قبل معادك يعني، حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يا ابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب اتابع يابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت ونرقات سداد يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ خلفت اللي عندي انت لحيت تخلفيهم وانا في السجن. شو بعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت. ازيكم؟ الف بركه. ازيك خالد؟ ازيك ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا امه؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فينا يا احمد، الامانه اللي استأمنتك عليها. نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي، الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده ملهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. اعلوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا. عقلوا. يا ايه الحكاية يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطة مقفولة، وقال لي عينها عندك امانة واوعي طلع بني ادم. وانا من حب ليه؟ شلتها بيه ورموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب. وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها. دي مش فلوسي لوحدي. دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها. قلت لك مش هعطلهم يسوها. هم كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي اللي سابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وافدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا. سيبني. مش هتخرج وراها الا على جتتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان.
يا باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكك المقفله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخا بتحبك. مش عرفها من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب. وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي. وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا. صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها. بتعاند ليه؟ يلا يا باشا. يلا احنا ورانا شغل كتير. وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي يصلح؟ ايوه. صح. مالكش دعوه بمنى وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لايه ما تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلوة الشكايات. ها لو أقول حد شاف عليك. أنا مش عايز إحرام. ايه اللي هتعمله ده؟ اشرب. انا عطشان عايز شويه ميه. مش دي قله برضه؟ قله. انت عارف دي ثمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بالكتير مش قله. بريزه كبيره؟ دي فازه سافر من القرن ال 18 ثمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد الناس؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ عطشان. بقول لك بلاش يبقى ليه. انا ما تجننيش. انا مش فايقلك. ماشي. امال مالها لهم ليه؟ طبعا يا زنوكو. يلا وراها. مستني ايه؟ طب تترزي هنا ما تتحركش الا ما اجي لك. ماشي يا باشا.
ازيك يا سهير؟ سهير مش تجننا يا سهير؟ ازاي حضرتك غلط؟ انا ما اسميش سهير بس تجنني برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم بوفيه يكون جاهز بعد نص ساعة، مش عارفاني ولا لا؟ هرجع أعصابك يا خيرية كل شيء من الهداوة. إيه يا ابني حبيبي؟ أنت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم إيه نعم الله عليك؟ إيه نعم دي؟ بتضحك نفسك. أوعى. يلا أمشي، أنا سجنك أقعد هنا. حاضر. يلا أمشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لقيته كده؟ اللي ماشيته كده؟ يوديك لين ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلف حلف القباه. نعم؟ حلف القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انت الحق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ نروح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش اذون. اذون اتخرم؟ قال لي يا ابن خالتي مره اتخرم من الاذون كنا ظاهرين. فكدر بقى عيني كانت امه بقى مربيه اذون فوق السطوح. خرم هو الاذون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الاذون مخروم. قال له علقه. تسمك يا عبلة انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا أستاذ، حرمني من أبسط شيء وأهم شيء تتمناه أي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وأنا قلت لك ما تخلفيش. وأخلف إزاي؟ بالمراسلة. عبلة! أنا بقول لكم كده. على العموم أنا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثة براحتكم. يا أمي بتاع الأذون أنت. اتصرف الاسبوع. يا مدام مالك حد كلمك؟ مش ممكن. مش معقول. انت تالت وهنا. اعلى موسى اعلى ما تهورش. اعلى ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما تقتلنيش يا موسى. ارجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وادي اللي اقول لك. شايله ايدي كرسي كرسي. اوه لا لا مين ده؟ ده اكيد حاول يا ديدي. قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك ايه؟ قال لك اه. ده مش كرسي ده الترومبيطه. دقوا انتوا كمان على كراسيكم. لا يا جماعه يضحكن فيكم. نبتدي نرقص نرقص. طقه كله يشيل الكرسي بقه.
قالك ونلبس كراسينا باللي علينا. ماشي كلامك. درجن 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 ملهاش عاد تعرفوا تعملوا كده مجنون. هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 شريف معاك. دعاء؟ لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وانطبق عليها اوصاف البنت المخطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكرة هكلف بيها ضابط تاني، ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. فين قبل ما يحصلها؟ حنفي الحق اخوك يا ابني، هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. الو حنفي، انت فين يا حنفي؟ اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟
ثواني ما اكون عندك. ما تتنقلش من مكانك لما اجيلك. العملية تقيلة كده كنت خلعت. الجملة دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقولة حبيبتي؟ أندم برضو على أحلى حاجة حققها لي ربنا. حقيقي الكلام ده من قلبك يا حمادك؟ النخشيشي من جوه نخشيشي يا نوال حبيبتي. على سيادتك يا صوصي العفش كان متعطل شويه. هو احنا بنسرق مش متجوزين؟ بس احنا في الشارع قصدي يعني في قدام الاوضه. خلاص نكمل جوه ولا تزعل. استنى، اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شي بقى بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجه بقى. ايه؟ انا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيله دي. مالكش دعوه. وبعدين يا معلم
وبعدين ده كتير قوي. كذا مرة فهمتك ان الاستاذ في اسبوع اجازة بمناسبة جواز سيادته. الله، بيقضي شهر عسل ولا اسبوع عسل؟ واحد اسبوع خير والجلسة بكرة. اطمن يا معلم، بكرة الصبح هيكون في المحكمة. ابراهيم افندي، الحكاية دي عقبها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذة القانون وكلمتنا واحدة. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمة بكرة. بإذن الله يا معلم نتقابل في المحكمة بكرة. بقول ايه لسعادتك؟ ايه؟ ما تقفل مسكرك. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي اديك السيجارة اللي هي. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. السلام عليكم. والعمل يا ابراهيم افندي؟ والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللي قنط. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مره، ست مرات. كل العمال بتوع لوكاندا قالوا لي ان العروسه نبهها عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. الو لوكاندا، من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابول المحلي. الابول، الابول يا ست. عارف عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره، خطيره جدا، احنا متسوحين يا هانم. الله، لا لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان، حاولي تاني. الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ واخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اقول الو من نفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوق. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا احمد بيه، ربنا يقويك. ايوه بس انا وقعت زبون سوء وبرشلته في مقدم الاتعاب. بكره يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكره من بدري هكون في المحكمة. على السلامة. يا سلام على ابراهيم افندي، جدع بشكل احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا حبيبتي متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل. اصل بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. ودايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده. عليك ده انا حكمت بالقضيه كلمتين وجاي على هنا على طول. هذبح
ده كله كام ده ونطلع على بيت والدتي عشان نقضي بيت عمرنا في عسل ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين هاتهم وحصلي. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحه احنا مش هنسكن عند والدتك. نعم. اوعي تكون عامله حسابك ان احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمره 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا؟ علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه وركل. حصل. طب لما هو حصل بتطلعي عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت الكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلو، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايز اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود انت عارفه مفروش يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد الشقق المفروشه؟ اهدى بس وصلى على النبي. انت لو بعتيني انا والقضايا اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قول لي بالصلاه على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش يعني 190 جنيه 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفع. ليه؟ انت قدرت تعمل واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه مش قاعد تقولي لي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها، ولما جينا للجد واحنا للسائق رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخس عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ نوال انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيب غطاه. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه، اي نعم كانت من غير دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تجي لك قضايا كتير وتغتني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كده، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. بتعملي ايه؟ جايه ودعك. تودعيني بالهدوم دي ما يصحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. بس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. ايه في ايه؟ ما تشمتي حاجه. حاجه ده كلام ما تصحش كده، ايه تطلعي فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين بعدين يلا. يلا يا ايه؟ يلا يا سعاد البيت يا سيدي بتبص على انت وهو. يلا يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي، انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا بتقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. شافي الفيوم ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. اعوذ بالله، اول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم، جاي باذن الله، جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانطه يا ابراهيم افندي. يا
اتعلم تماسك. الله دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه القضيه هتبتدي. ابتدي مين يا معلم؟ ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. شوف اما اقول لك لحد النهارده بعون الله ما فيش قضيه تفيدي وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. ما فيش حكم يطلع من محكمه مش على مزاجي. الله ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه بس اصل يعني ما فيش يعني. وكلي في قضيه يبقى تنام وتحط فضلك وتضيع وظيفه. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. ايه والبي زاعل ولا ايه؟ زاعل خد على خاطره منك شويه من تلكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد فلته من فلتات الطبيعه. لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. القضيه عن ايه؟ دفاعي ابراهيم. القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي. الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة. ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فينا يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حصل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن الـ إن الـ المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله مفيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني؟ مفيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك. ده انا بوصى على 7 ظهر يا اخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاسباب. والله يستحسن برضه يا فندم.
يا ماما.
ايه؟ مش فاهمه. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمه. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة قوي. ايه متشكرين. إذا عطت ورد تاني ما تبعتلناش. عشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه هتفي دايما من وقت للتاني. ان ده بيحكتك ده بيغذلك يوم يحس دايما بقيمتك ويلبك تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور بيقول ان بيكسب كتير قوي يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه يا حظ احمد بيه ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب خطط معاك بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه مسكنا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. ربنا زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك ان انا من فضلك. طيب يا ماما تعالي. على مش هقدر اقدر اتريح. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس. السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي انا مش هقدر اجيبكم هنا تاني ابدا. انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله تمثيل كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته اهي اطلع لكم لحد فوق. لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا. بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني. بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور تمشي من على السور زي بتوع السيرك وبعد كده تنزلي. بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولا لنا النجاه نروح كلنا نطين فوق. الله مالك يا احمد انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه. حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصلنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر تعظيم. انت مالك يا اولاد تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح سترك. يلا بينا. راحت فين يا حماد؟ مش بتقولي هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا معروف هتعملوا ايه بس فهموني اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟
احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مدهور. مش معقول، انا مش ممكن خالص ده ابدا. اجل 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 كيف أقول اللي قلبي يتقل؟ من الهاتف الداعي؟ إحنا يا أستاذ عبد السلام. أهلا 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 أهلا، يا ألف أهلا ومليون سهلا بعرايتنا الحلوين. أهلا أهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. أحمد جوزي. منور يا أحمد بيك. سعودية هانم ماما. مش معقول، مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت إنها أختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال تفضل. القصر نور والله. اللي لو سمحت القصر، ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. لو مش عايزين تلقيح لو سمحت. ايه الطلوعات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها إنهم يأكلون البنجر على السلالم. أصلنا فنان متواضع. برافو، تعرف أول ما شفتك قلبي كان حاسس إنك فنان عظيم مش إنسان عادي. أرجوك يا نوال هاني، أحسن بحس بالخجل من أي سناء أو إطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير إزاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف أوي يا أحمد بيه. انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه يا استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك رسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخدت معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده رسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليك؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوشه، بس اهم حاجه عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكله تقابلني بريك ارميها ورا قفاي. ورا قفاي؟ ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحه عظيمه جميله؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا.
البطل الحقيقي للوحة هو الأعمى. نحن ليلتنا فلالي بيزي عن إذنكم راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على أفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شوية. أنا قلت حاجة؟ يعني نوال بتقصد إن حكاية الأفا دي ما كانش يصح إنها تتقال. لو أنا جبت حاجة من عندي مش هو اللي دخل موضوع الأفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمرة؟ لا، خمرة ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمرة. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيب لنا حاجة ساعة هات، مش عايز يا عم تشكني. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفيها ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجة. الله، ده لذيذ قوي يا حمادة، جرب كده. لا 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 يكفي كده اهو. ايه رأيك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده يا أستاذ عبد السلام؟ ورنيش في الأول بس كده، ما بعدين تبقى. اتفضل يا هان. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه الليله دي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه. يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بشوفك. انا عارف سلام بيت ربيز حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنة. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوة الجميلة. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هان. ميرسي، بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش، دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها في ايه؟ كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحيلي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا
احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقصه دي. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. ابا ماليش في ال أرجوكي أقبلي بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني أحس إني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هترقص معايا أنا بقى. مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام، أحسنت، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هاني وحياتك من ايام المرحومه مراتي ما قلتوش. اكيد مراتك كانت سعيده معاك لانك انسان لطيف. واكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لانك ست عظيمه. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا ايه؟ ايه رايك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص واتنطط واخرج زي ما أنا عايزة في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جاي من البيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه. والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. اسمعوا كمان يا حماتي، يا عمتي على عماهم.
صدقني مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه. اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي وخلف لي عيالين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لا ولا اللي انت لابسها دي؟ وما تقوليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسها ولا عاد. وبعدين معاكم يا ولاد هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا عم. يا عم يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح احنا كمان. ادينا برادت تاكسي هناك اهو. امينة تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه بكون بعد البتاع على طول. لك حق الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين. انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. وما تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه سلالم. امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي ايام ما كان الراتب يبقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اصلا في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. حضرتك ساكنه هنا؟ ايوه برضه ساكنه هنا. غريبه ما شفتيش قبل كده. اصلنا سكان جداد يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقه اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضيه. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السفن والانشا وما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله ده انتي. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انتي مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنمي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. طب
صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. ابتسام يا ريت. عندي ايه من يا ستي؟ طب انزلي جاري هات ابتسام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ الاقي عند حضرتك معلقة سمنة؟ جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ستي. طب انزلي جارية هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شوية بصل وثوم؟ يا دي الكسوف، كده من أول مرة آخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجة. وأنا متجابرة وزي السكر. جبت يا ريت اللحمة؟ يا دي حوزة، ده أنا نسيت أقول لك إن ثلاجتنا فاضية، والنهاردة الاثنين مفيش لحمة. أنا عندي هنا كيلو ونص تحت أمرك. يا دي الكسوف، كده أول مرة وآخد منك اللحمة. لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. ايه ده يا واد انت وهو؟ لا مؤاخذه يا استاذ. لا معلش، جت سليمه مغلبني والناس. هو حضرتك عايز شقه ايه؟ انا مش عايز شقه، انا ساكن دور الاحزان. اه الفتوح. بالظبط. اهلا وسهلا، منور. شكرا. تبي تاخدي بالك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. سيب الموز، سيب الموز. انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين. طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. موزة. ايه ده؟ موزة. لك وضع بطنكم. يلا. انا مش شايف. ادخل نفسهم فيه. تعالي هنا اهو. تعالي هنا. شغل الفوضى ده ما يكملش هنا. انت فاهمة؟ ما دام قعدتي على الغسيل لازم يطلع زي الفل. ولا فاكرة نفسك بتشتغلي عند مين يعني؟ ها؟ بس انت مالكش دعوة. ها؟ تعالي يا بابا. دماغك. انت تضربيها بالدماغ. بلاد ايه دول؟ بالدماغ. اهلا يا فندم. ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته، هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك ماخده الخير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي، امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك، ب
ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين تلاتة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا، شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة أجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبلة موسى، عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد على أي مساعة دمونة في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرسي خالص، اللي مريح ضميني من ناحيتك حاجة واحدة بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الاول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش اي حاجة تتعيب. لا، في عجرفة الفقراء ولاد الحيلة. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبلة موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت لحد فلاتني هنا. اقولك يلا بالراحه. يلا سخنها يا رجاله. سهلون ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك يا بنت. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قد عشان يجيبوا الحراميه يبيضوهم في بيوتهم. اتفضل وعليه. انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. انا في القباه عنبر 1 زيزان 24. بقول لك انا في القباه، مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. تاني اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. كده عملت حاجه قدامي؟ قدام. طب خدهم يا بنات خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعال هنا اهو، خش قدامي. موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الوداد يا حبيبتي. يلا يلا بينا كريم. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. يا حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا بقى؟ بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، انجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟
لسه بايدك يا قمر من قد من اعدامه محسوبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون ومش متجوز بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنه. وانتي ها انتي اسمك ايه؟ انا ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف ما كتب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا الجمال ده متجوز لغايه دلوقتي ازاي يا كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيف يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن الخالق الناطق. ايه هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك رئتك عينيكي لمسة ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي كده ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده احس ان انا عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. سقيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتنا يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبلة عنك انت احطها فين؟ لا احط. يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني. مش قاعده في البيت ده في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت اوديها فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي. طيب انا تقولي في 60 ده يا عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ انتهي. عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه؟ بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه.
ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي، انا عارفه الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه، واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو، مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها، حرق النار في جبتيته، ما تسيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها، في دماغها مصممه على الطلاق، مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك، وزي ما دخلتوا المعروف تخرجوا المعروف. ها شايفه؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا، انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع، فالبتاع جه على البتاع، فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا، خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلقك، والبيت هسيبهولك. اسمعي بيه شريف، عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص، ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبيهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضيهم؟ ايه بقى العيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقى تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا. انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال إيه خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معايا يا باشا، ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هيروح حته تانية؟ ده مؤاخذة، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البت نوسة جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجارة باشا كده يبقى ثواب. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية، مش عايزين ريحتنا تفوح. ما قلنا يا معلمة، احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت لي كفتير الكفيل. لا مؤاخذة يا باشا، أنا عايز أكلمك في موضوع مهم. اتكلم. أنت مزعل المدام ليه؟ أنا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما أقدرش أنكر إنها بتحبني، بتموت فيا كمان. إحنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي أهلها علشان. أنت اتجننت؟ أنت إزاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ أنا بنورك يا باشا. شوف أما أقول لك. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام
يتم لعنايه بالفلوس، وانت ولده لا فنجري بق ولا حيلتك اللابه، هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خيل ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ يا ارموها معلمي. بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرجل، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. لا يا بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. ضل عليك. يصير الحي تلاقي خيري، ده عمرة اخويا فين؟ الحفظ والصون يا اباها. ازيك يا رشاد؟ بص مرسيدس اخي. هلا بيك. ايه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت اشرب. يلا بينا خير. سيبنا العيال الصيع دي ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. الباشا ولد الكلب ده عودة.
ليه باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش شوفنا خليته من اصله، يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلاقي مع اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف عشان جبال. اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض ما رضيش. ما رضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي، قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا ابله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى ما لهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضلع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف؟ رد عليا. قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع لعباد الله زي عواده. روحي له كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت موسى؟ موسى اللي بيجري ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجاربكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا هيهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله. ايه انت راجل؟ انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تخرج وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبله بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانت كنت تقدروا تحصل على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداك واحد شاد فلوس هتبيعوا تشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا. يلا هيموتنا. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جننت. ماما. ماما. قولي ما عتبوش هنا تاني. ولو شفتكم هقطع رقابيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا. ما قلتهاش. حاضر. يلا. اطلع فين؟ ترازع هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. يا عبلة فوقي فوقي. ماما ماما حبك كده. يلا يا عبلة فوقي.
لسه قاعدين؟ يا موسى انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشت 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوه دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها، سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع، عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكرة. ها، يا بدوما مين؟ سي حامد؟ يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاصطح من اخوك شافك هيفرح قوي. لا شيخ، تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. سلم نفسك يا خير.
قاتل، 12 حادثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة، سطو مسلح أيضا. بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدوي عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. التلاتة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح. أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير قوي. إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة قوي في السجن. يا فين؟ صدقوني كنت ما أعرفش حاجة على الشنطة دي خالص. صدقوني عارف يا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد كوزه قبل ما يطلب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اكسار ثانية. ايوه ماليش دعوة، ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان التلاتة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش، وكان من ابطال الرماية، واسمه حلف القبة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكوا. انت برق ليه؟ ها؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برق لي. انا في انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاله. سيبه يا حنف، قلت لك سيبه. من عينيا يا باشا. حبس الفرادي ها؟ ولا هتودوني سجن تاني زي كل مرة؟ اطلع قدامي. قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. آه. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، ما هو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لاقي حتة يتوه فيها العين دي. وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايه المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعه الاحكام اللي اتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذه. 15 سنه ده غير السبع بتوع قضيه السرقه اللي رميتك علينا. ما انا كمان ما حدش يدوس على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك.
يا حنف يا عباها. اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت القلاب؟ ده حتى نقتلها يا باشا. غروب الوش، غروب الوش. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي. يعني انت غلطت عليكم؟ قدامي. ده يضال أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لا بقى دي الخمستاشر. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتتضرب ولا انا؟ طب ايه بقى دي السبعتاشر؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ بيغلط في العدد. انت تسكت خالص. كمل. عشرة 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب يا 14 حيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعامل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يقبل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلب. كل دول كانوا بيوصلوك، انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني، هيخرجني. الدور الباقي عليك انت، ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طالع افراد بعد 22 سنة عارف، بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا، ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام، مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه يا عربي فايزي قومي كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك خيري ورشاد وبدوي الاقيهم فين؟ في استعلامات في الداخليه يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجه. ولا قلت اسمح انا. براحتك، انا بس حبيت اقول لك علشان ما تسمعش من بره وابقى قصرت في حقك. تقول لي ايه؟ خيري ورشاد وبدوا يهربوا من السجن. افتح شويش. هربوا امتى وازاي؟ امتى وازاي مش مهم، بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا انت عند الباشا.
تبقاش. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ يا ودي في الكلام، الكلام اخده عطى برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم، ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اجي اسالك، الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ اساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصالة ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. مش ندمان؟ اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أتبع مطعم في مصر. ناكل لقمة حلوة. ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك. انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول. حنفي اكل الاول. ده الحريم لسه موجود، له واحد نسي. شش. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك. اعمل همه ترابيزه. انت بتتمح ليه؟ اتلم. ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. ساعة سوق. امه عتبوه. ايه؟ قهوة بلدي؟ والله زمان وحشتوني. عيلة على الحلاوة. تلم. في ايه ده يا باشا؟ قوم. فز قوم نجيب الأكل مع البوفيه. قوم. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذة يا مدام. كبيرة تاني يا زو. لا
يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا. ياوي كده انت جنسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. والطقم الجديد اللي جاي فز قوم يلا. ماشي يا باشا. متاكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجه يا باشا، تكد خيب انا كدبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسهلك العمر كله، هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمه غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاك خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سينجي سينجي، عايزين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا با، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان لساج.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش وحرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغي متكلفه. شايفين مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحضرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتتجامل انت. عليا النعمه ما انا فاكر. أنا ما خرجتش من البيت من أيام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب أكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميرة حلوة أوي. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ما خرجش من أيام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، وما حدش له عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ ما اعرفش، ما اعرفش. ما تتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلم لهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري لحقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل الوقت ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان ابنها في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟